ليس يوم إجازة عادي في مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بغزة، بل هو تعليق جزئي للدوام في كافة المرافق منها الصحية والتعليمية، استجابة لدعوة اتحاد الموظفين في الوكالة الدولية احتجاجا على سياساتها بحق الموظفين وتنكرها لحقوقهم. كان هناك تعليق للدوام في قطاع الخدمات وإغلاق كامل لكل العيادات ولكل المدارس ولجميع المؤسسات التابعة للأونروا لمدة ساعة، وذلك احتجاجا على قيام إدارة الأونروا بخصم العلاوة السنوية، أيضا بتنكر الإدارة لاستحقاقات مؤتمر بيروت 2019. هذه الخطوة الاحتجاجية في مناطق الأونروا الخمس هي أولى فعاليات سينظمها الاتحاد خلال الأيام المقبلة، والتي ستبدأ بالتصعيد التدريجي حال لم تنفذ الوكالة الدولية وعودها، كما يقول اتحاد الموظفين الذي حذر من التداعيات السلبية لذلك والتي ستنعكس على تقديم الخدمات للاجئين. وما يقارب 1300 موظف على باقي الدوائر والقطاعات، هذا يؤثر بالسلب ليس فقط على الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في غزة، ولكن أيضا على جودة العمل داخل المؤسسة. المؤسسة الأونروا مؤسسة نحترمها، نقدرها، نحترم تاريخها، لكن هي خلقت وأنشئت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وبالتزامن مع هذه الأزمة طالبت اللجان الشعبية للاجئين ومعها الفصائل الفلسطينية مؤتمر المانحين الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري بضرورة دعم الأونروا التي يعتمد على خدماتها أكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني. لابد من إقرار سياسات تخرج الأونروا من أزمتها وتأمين تعهدات بتمويل الأونروا على الأقل لمدة 5 سنوات وعدم إدخالها في كل مرة إلى أزمات مالية. وتقول الأونروا أن خطورة الإضراب الذي نفذه اتحاد الموظفين أنه جاء قبيل أيام من مؤتمر المانحين الذي قد يضر بفرص نجاحه، مؤكدة أن الأولوية لها هو الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في كافة أماكن تواجدهم. الإضراب في مرافق الأونروا ليس أمرا سهلا، خاصة أنها تعد أكبر المؤسسات الدولية الإغاثية التي تقدم خدماتها للاجئين، ما دفعهم لمطالبة المانحين بضرورة حل أزماتها منعا لمعاناة جديدة قد تؤثر على أوضاعهم. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.